أنا والله طال عمرك اليوم عندي سالفة أسلم، والسالفة تذكرنا بأيامنا وإحنا شباب. يا سلام، رحلة نخدم فيها ضيوف الرحمن. يا سلام، الله جميل. لكن شوف العناء اللي نحصله ذيك الأيام. يوم الخط واحد، الله روحه وجية نعم شقرة. طالع نطلع قبل ما نطلع أسلم يجمعونا في المركز، مركز التدريب الكشفي، ونجتمع، ولا اجتماعنا يختارون منا 200 ويخلونهم جاهزين، والباقي يعودون بيوتهم. عام كم يا ابو هذا مبطي؟ يعني عام كم؟ 97 96 اي حولها. المهم ذيك اليوم تجهزنا، كلنا جايب اغراضاته ومأمن انه بيروح مكة. نعم، انت خابر مقابلات وناس اوادم وناس تقيد، كل قايد يقيد لمجموعه وكل قايد يقيد لمجموعه، وواحد ناجح وواحد مو برايح، وواحد تلقاه لا جاي يمه المسؤول قام يشتغل، ولا راح المسؤول قام يلعب، ما يدري في مسؤول ثاني يكتب، ولا عدونا طال عمرك. قالوا يلا كل واحد يجيب اغراضه، الصندوق حديد، ما عندنا شناطة الأول مثل ذا الحين، صندوق حديد وجايبين كل واحد صندوقه وجايين. لا احنا جايين طال عمرك، طلعنا من المعسكر واختارونا هالحين، اختاروا 100 احتياط، والباقي رجعوهم بيوتهم. لا طلعت من هناك، حطيت اغراضك وين فيه؟ فوق الباص. نعم، واللوري حطوا فيه صناديق. يا سلام، وحطوا فيه جدور الطبخ حق العشاء. ما شاء الله، طلع اللوري طال عمرك ومشى، وطلعنا احنا، جابوا لنا الدفوف الطيران. طيران وانتم رايحين الحج؟ ايه، خلنا علمك عاد، انت لا تترك صار قاعد تلتال، انت اسكت. سبحان الله، ما يسكت يا اخي، ما يسكت، عجزنا عنه. ما يسكت. سبحان الله العظيم، تفتر طال عمرك ونشيد في ذا السيارات. اجل شيء خلينا نمشي سيارات. نعم، وسيارة خابر ما تمشي واجد، مو مثل اليوم. هات نتعدى، لا وصلنا، كل ما طلعت انتهت نشيده جات نشيده. يا سلام، واهل النشيد طال عمرك موجودين بس يبون الشغل، تقطعون الوقت. يا سلام، ولا نبي السواق يرقد، وهات الطار على راسه الين طال عمرك نتعدى الرياض. نعم، الاول ما تمر على المزاحميه، تمر على ضرمه. لا وصلت ضرمه طال عمرك دق، قال العشاء. اللوري وقف طال عمرك ونزلنا العشاء، حولت الجذور، وكانت فوق الباصات الاول، الباص فوقه الجدر، وننزل ذا الجذور طال عمرك ونحط لك. تطبخون فعلى طول؟ خلاص انه مطبوخ جاهز. اوه، احنا محملينه من هناك وندق طال عمرك وناكل. الله، ولا اكلنا طال عمرك، بعضنا فيه نوم وفيه نوم، تخبل اكلوا من التعب تسدحوا، طقوا ما تطق لبعد الاكل، خلصنا نبي نرقد، يبقى فاضيين احنا. طيب تنبوه تهينا. الوعد وين فيه؟ ابتل معي. نعم، بعض الاحيان يقولون ارقدوا، ولا رقدنا رقدت مو بلهناك. ايه، انت خابر ذا يسولف وذا يتخانق وذاك وذا اغراضي لا، وشايل هم الطريق، وشايل هم ما عندنا هم الطريق، احنا عندنا وسعة صدر مو بهم الطريق. وسعة صدر بالنسبة لنا احنا فرحانين ان احنا بنروح نخدم. لكن ابو سيف، هذا في الحر ولا في البرد كان؟ وين فيه؟ وقت حار ولا وقت برد؟ عندنا جهتين، يجينا مرتن حر ومرتن برد. تسلم، لان جاتنا حروره
وجانا برد لا تعدينا. وين الوقفة فيه؟ ايه عفيف الوقفة في شقرة. شقرة نوقف في شقرة طال عمرك ما تمشون. ما مشيتوا شيء؟ لا مشينا. شو ما مشينا الا بتلنا، لكن موترنا مو مثل ذا اليوم. دقة طال عمرك وانت بانفلت. يا رب لك الحمد. اي والله احمد ربك اليوم، اليوم احمد الله الحمد لله. لا تعديت طال عمرك وجاء. احنا ما نطلع من مكاننا الا فاطرين، والوعد وين فيه؟ في شقرة. ما نجي الا الغداء جاهز. سلام. ايها ونتغدى طال عمرك. بعض الاحيان نوصل شقرة ما شرينا شيء، جابوا الذبيح وذبحوها وصخوها وزينوها طال عمرك، وهات ذبيحة ذبيحتين ثلاث حق هالاوادم. يبي لكم اربعة ايام على الخط. ولا كلنا طال عمرك هين بالحلال، انت اركد ونبتل طال عمرك، ولا يردنا طال عمرك الا وين فيه؟ الطايف. لا وصلنا الطايف طال عمرك اقفضوا العدة، عدة الطيران، وحطها في الصناديق. ونزلت الجذور. ما نزل جذور. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. ما قلت معنا جذور. حينا من الله خير. اركد. وسبحنا طال عمرك وزينا وتعدلنا واحرمنا ويلا لبيك اللهم لبيك. الله. في شقرة؟ لا وصلنا الطائف الله يرحم امك. بتلنا طال عمرك وحينا من الله خير وطفنا وسعينا وعودنا ذا المعسكر. أيه. معسكر وين فيه؟ في حوض البقر اللي هو العزيزية الحين. أيه. سمونها الأول حيشان حقت بقر. أول يسمونه حوض البقر. حوض البقر نعم. ونعين من الله خير ونشتغل في الحج. لا اشتغلنا في الحج وخلصنا. عندنا قيادات الله يذكرهم بالخير والله يرحم من مات منهم. الله يرحم من مات منهم. لا جاء آخر يوم قالت تشترون من شسمه من مكة. احنا أهل الحسة لا تشترون. لا تشترون. اشرون فيه في المدينة. لأن لو طلع وراح العصر ما عود علينا ولا الساعة 12، وإحنا نبي خلصنا بنمشي وخلص شغلنا. لا وسيارات شيل حمول زود بعد. سيارات وحالة ودنيا. المهم ولا نحط الأكل، شن احنا في عرس في العزيزية في حوض البقر. يا سلام. الذبايح مسواه وسوينا ذا الأكل طال عمرك وعينا من الله خير ويلا. صلينا وخلصنا وحطينا عشانا وتعشينا، ومن تعشى غسل يده طال عمرك والباص. يس. هذا ايام حج يا ابو. طلعنا من هناك لين نتعدل مكه. ما شاء الله. ولا تعدينا مكه طال عمرك نزلت العده. طق لا تطق. وبعض الاحيان نطق في وسط المعسكر. والله اي نبي نسلي هالاوادم. اي والله. ولا عينا من الله خير بتلنا طال عمرك. ولا يردنا الا المدينه. نوصل المدينه طال عمرك ونفطر، ولا فطرنا طال عمرك لان طول الليل ماشيين. رحنا الحمامات التركيه ذي وسبحنا وعينا من الله خير ومن طقيت ومن سبح شرى اغراضه بكام؟ ترى 200 ريال مكافاتنا. 200 ريال ما شاء الله. نشتري 50 ريال و150 في الجيب. ما شاء الله. 50 دي تحبي لك اغراض واجد مو باليوم. مو باليوم نعم. 50 تسوي دوله. ما شاء الله. وتحط الباقي طال عمرك 150 حق الوالد وحق الوالده وحق الاخوات. نعم. فرحانين ونجيك جايين طال عمرك. وين فيه الوعد؟ العشاء الغداء وين فيه؟ الغداء في المدينة، الفطور والغداء في المدينة في معسكر اللي عند البقيع. أيوة. ونطلع طال عمركم من ذاك المكان وإحنا باتلين. الوعد وين فيه؟ في الحناكية. الحناكية. أي. الحناكية مين في مكة هذه؟ مدينة. بلى في الشارع. مدينة القصيم. بدينا بالطنس. القصيم هناك. حناكية ما تعرفها أنت؟ ما يدري والله ما قلت ما ظنتي راح ما يدري. على الخط القديم مو بالخط الجديد. احنا نتكلم على الخط القديم. صحيح. ولا خلصنا من الحناكية طال عمرك وتعشينا. نزلت الطيران. لا تنزل الطيران اركب. خلاص ديارك يا غريب. الوعد وين فيه؟ في الرياض. الله. نوصل طال عمرك الرياض. قليلات كذي مخيم من هالمخيمات قعدنا فيه طال عمرك حق الكشاف. يا سلام. وعينا من الله خير تقهوينا وفطرنا. على الحسن ما في خلاص بعد ما في ما سيكين الموتر تخاب الفروت ولا شفرات. يا الله يوصل.
والعين من الله خير. لكن ما أجمل ذيك الرحلة. يا سلام. ما أجملها. شوف الرحلة راحت لكن ذكرياته. وفي ناس الآن موجودين ويسمعوني يتذكرون ذا الرحلة. الله. مدراء ومسؤولين يا سلام. لكنها رحلة. بو سيف في سؤال بسألك إياه. سم. أنتم رايحين ليش؟ رايحين نخدم ضيوف الرحمن. طيب وش الخدمة اللي تقدمونها؟ نوصل الحاج التايه إلى أهله. أها كشافة. نعم. أنت مع الكشافة يعني. نعم. إيه. ما شاء الله. إذن الكشفية. الكشافة يعني يقدمون دور حقيقة جدا رائع. الحج. إيه والآن ما شاء الله أيضا ما زال. ما زالت. الوضع مستمر. نعم بس الآن صارت طيارات. تخابر. إيه. في ناس يجون باصات في ناس يجون طيارات. يا سلام. لكن والله الحمد بشرك. ما زال. وبدت الآن من العام الماضي بدت تجي الباصات. ما شاء الله. لكن اكثرها تطوع ولا لا؟ وين تطوع؟ اكثر موجودين متطوعين. لا ما عندنا ساعات التطوع مسجله. يا سلام. لكن لهم مكافاه. لهم مكافاه. مكافاتهم 1500 ريال. ما اعتبر تطوع. مكافاه مثل ما يقول طال عمرك تحفيزيه. تحفيز ولكن العمل تطوعي. يا سلام. لان العمل اللي يخدمونه ما يرقدون. يا سلام. لوجه الله. ارقاد ما يرقدون. صحيح. بس معليش ابو سيف. المكافأة من وين؟ رعاية الشباب ولا من وين؟ شيء من رعاية الشباب وشيء من وزارة المعارف. وزارة التعليم. يا سلام. أبو حسيني سم. نزل الطيران. نزل الطيران